ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات القرآن الكريم وسوره وكلها تدور على هداية الإنسان لسعادته في الدنيا والآخرة. وتتحدث آيات القرآن كلها عن درب الهداية وعن أقوام سلكوا هذا الدرب كيف كانت عاقبتهم، وعن أقوام هجروا هذا الدرب، خالفوا هذا الدرب، مزقوا الدليل الإرشادي، كفروا بآيات الله تعالى وكيف كانت عاقبتهم. وآيات اليوم تندرج في هذا المعنى، إنها حديث عن بني إسرائيل. وسورة الأعراف كما رأيتم في دروس ماضيات كثيرة الحديث عن بني إسرائيل، وهذا موقف من المواقف مع بني إسرائيل تتكلم عنه الآيات الكريمة. والحديث الكلام لك واسمعي يا جارة، الحديث وإن كان عن بني إسرائيل لكن هو لك وهو لك، والحديث لي ولكل واحد منا. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لما هجر بنو إسرائيل أوامر الله، لما خالفوا تعاليم الله، لما أساءوا لنبي الله، لما أعرضوا عن كتاب الله الذي أنزله على نبيه سيدنا موسى عليه السلام التوراة، أعلمهم الله تعالى أنه سيبعث عليهم إلى يوم القيامة من يذيقهم سوء العذاب. من الآن منذ أن كان بنو إسرائيل وإلى أن تقوم الساعة، كل من يخالف أوامر الله تعالى سيرسل الله تعالى عليه من يذيقه سوء العذاب. الحديث يتكلم عن بني إسرائيل، لكن الله عز وجل العباد كلهم عباده. الحديث كمان متعلق فيه ومتعلق بك. والله عز وجل تأذن بأن من اتبع تعاليمه سيعطيه عطاء عاليا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا بتكفروا العذاب شديد، إذا بتشكروا سأزيدكم من النعمة. هذا الكلام كمان بسورة إبراهيم لبني إسرائيل، لكن كمان نحن مقصودون به ومطلوبون، وكل من يسمع تعاليم الله تعالى.
وقد أنزل الله تعالى بأسه الشديد في بني إسرائيل. دير بالك يا أخ أن تكفر بأوامر الله، والكفر بأوامر الله إما أن لا تلتفت إليها البتة، وإما أنك إذا سمعتها لا تريد أن تستجيب لها. يا أخوان، للأسف تجد بعض المسلمين لا علاقة له بالقرآن، لا علاقة له بتعاليم الشرع، لا علاقة له بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ربما هو يريد يقول أنا لا أريد أن أكون من أهل الدين، أنا مسلم بس ما بدي أن أصير من أهل الدين، ما بدي أنحسب على جماعة القرآن الكريم، ما بدي أنحسب على جماعة سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن على ماذا تريد أن تحسب؟ قال أريد أن لا أحسب على أحد، هيك متلون متنوع. بنو إسرائيل أعلمهم الله تعالى وإذ تأذن ربك، يعني أعلم ربك، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، من يذيقهم سوء العذاب. السبب أنهم هجروا تعاليم الله تعالى، كفروا بتعاليم الله تعالى، بدلوا تعاليم الله تعالى، أنكروا تعاليم الله تعالى، شاقوا رسول الله تعالى. قال الله تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب لمن خالف أوامره، وغفور الرحيم لمن سلك الصراط المستقيم. أما واحد يعمل السبعة وزمتها وبعدين يقول لك أخي الله غفور رحيم، واحد يضع الذنوب فوق الذنوب بعدين يقول لك الله غفور رحيم، إذن لماذا عذب الله تعالى من كان قبلنا؟ لماذا أهلك الله تعالى فرعون؟ لماذا أقرق الله تعالى قوم نوح؟ لماذا أهلك الله تعالى قوم صالح؟ لماذا أذل الله تعالى بني إسرائيل؟ إذا كان الأمر الله غفور رحيم، والله ما بيحاسبنا، والله أكيد ما حيأخذنا، وخلص أنا اسمي محمد وأبي اسمه محمود، أكيد الله بيغفرنا، بعدين أنا كفلان يتيم، هذا اليتيم بيشفع عني كل شيء. إذن وماذا نفعل بآيات القرآن؟ نمزقها عياذا بالله تعالى، نهجرها عياذا بالله تعالى. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، فرقنا بني إسرائيل في هذه الأرض جماعات جماعات، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. هناك أناس من بني إسرائيل آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بزمن سيدنا موسى، بسيدنا موسى، واتبعوا التوراة. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن سعنة حبر من أحبار اليهود، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع أوامر الله تعالى. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بلوناهم يعني اختبرناهم، صار هذا متكرر بالقرآن الكريم. خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليختبركم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني نختبره. وبنو إسرائيل بلوناهم بالحسنات والسيئات، قال المفسرون يعني بلوناهم بالنعماء وبالضراء، حينا يرسل الله تعالى عليهم نعما لعلهم يرجعون فلا يرجعون، وحينا يرسل عليهم بلايا لعلهم يرجعون فلا يرجع. هم ابتعدوا عن الكتاب. هذا الكلام يا أخوان هو سنة الله تعالى في عباده كلهم، في الإنسان. إنا خلقنا الإنسان، فكل الناس الله يبلوهم يختبرهم بالحسنات والسيئات. وإنت يا أخ في حين من أحيانك سيختبرك الله تعالى بالفقر، بقلة ذات اليد. المتوقع تضرع، المتوقع إليه ترجع، المتوقع تتوب، المتوقع تنيب. وحينا سيختبرك الله تعالى بالغنى، المتوقع أن تشكر، المتوقع أن تأتمر بأمر الله تعالى في غناك. حينا ستبتلى بالمرض، وحينا بالصحة، حينا بالقوة، وحينا بالضعف، حينا بأنك أعزب غير متزوج، وحينا بأنك متزوج. والله عز وجل ينوع هذه الاختبارات
اللي ما رجع من أول اختبار برجع من الثاني، مو من الثاني من الثالث. بس هلأ في عباد نسأل الله السلامة ربما مع كل هذه الاختبارات لا يرجعون، يصاب بفقر، يصاب بقلة، يصاب بوجع، يصاب بأمراض. يا رجل اضرع إلى الله، يا رجل عد إلى الله، راجع حالك يا أخ. والله أحد الأخوة زارني ليقول لي فاجأني، حدثني عن أمر يعني مصيبة نزلت ببيتهم، لكن فاجأني وهو يتكلم عن مصيبة، قال لي يا أستاذ أنا رحت أراجع نفسي من 10 سنوات أنا شو عامل مع رب العالمين تقصير حتى نزل بي هذا البلاء. سبحان الله، البلاء حينا يكون هكذا تذكير للرجوع، حينا يكون رفع درجة. فكل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت بيناتنا، إذا رأيت الله عز وجل بلاك بالحسنات يعني بالعطايا وبالخيرات وبالهبات فاعلم بأنه يريد أن يعيدك إليه، وإذا بلاك الله تعالى بالسيئات يعني بالضرر بالضيق بالكرب بالهم فاعلم بأنه يريدك أن تعود إليه، وإذا رجعت إلى الله تعالى ستحمد الله عز وجل على الضراء وعلى السراء. والله واحد من الأخوة قال لي بأنه أخرج مع أهله من مكان إقامته، لما نزل بالبلد ما نزل، قال لي أستاذ صفيت بلا بيت وبلا شغل وبلا محل وبلا رأس مال صفر، قال لي لكن أنا أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على هذا الذي جرى معي. قلت لما؟ قال يا أستاذ أنا كنت لا ألتفت إلى بيوت الله تعالى، شبه عمره شيء 32 سنة، قال لي لا ألتفت إلى بيوت الله تعالى. قال لي سبحان الله لما نزل ما نزل ورح جينا استأجرنا، كان الاستئجار أمام مسجد، مسجد أنا بدرس فيه، فقال لي أنا بفضل الله ما تركت مجالس العلم. قال لي ونحن الكلام قديم، قال لي أنا خلال سنتين أكرمني الله عز وجل وحفظت القرآن الكريم كاملا. قال لي والله يا أستاذ أنا أحمد الله على الذي نزل بي. هلأ هذا الأخ نحن نسأل الله عز وجل أن يتلطف بنا جميعا وأن يتلطف بعباده، بس هذا الأخ أفاد من البلاء، هلأ غيره نزل به نفس هذا البلاء أو أقل أو أكثر لكن كفر بقضاء الله تعالى وقدره. على كل إن الله عم بيحاكينا عن بني إسرائيل، بس الكلام من أجلنا نحن أن نسير حيث أراد الله تعالى. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. جاء الخلف بالسكون المراد به جيل جديد فاجر، نسأل الله السلامة. والخلف هو جيل جديد صالح. فقال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، جاءتهم رسالة سيدنا موسى، جاءهم الكتاب، جاءهم التوراة، وصلت إليهم، يأخذون عرض هذا الأدنى، لكنهم إذا دعتهم الدنيا إلى شيء تركوا الكتاب وأخذوا عرض الدنيا. هلأ والخطورة ويقولون سيغفر لنا. إذا واحد قال له كيف أنت تخالف أوامر الله تعالى مشان دنيا، قال لك أخي الله غفور رحيم، الله بده يغفر لنا. مرة سامحوني يمكن قلت لكم يا أخوان بعد خطبتي جمعة كنت أتحدث يعني عن أمر نسيت ما هو الأمر بالذات، لكن تحدثت فيه عن ثواب الله لمن التزمه وعقابه إذا تركه. والله واحد من الناس جاء وسلم علي قال لي أستاذ هلا أنت عن جد مقتنع أنه الله بده يحاسبنا ويعذبنا؟ الله أكبر. قال لي إيه مو معقول الله عز وجل يحاسبنا ويعاقبنا، بكرة الله حيغفرنا كلياتنا. اليهود هكذا قالوا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، عرض الدنيا يأخذونه، ويقولون سيغفر لنا. بيأكل حرام بيقول لك سيغفر لنا، بيعتدي على الميراث سيغفر لنا. بيقول لي أحد الأخوة المحامين بيقول لي يا أستاذ بالمحكمة في قضايا كثيرة عن حقوق الإرث، المحكمة هنا في القصر العدلي، شو يا جماعة سيغفر لنا؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. الله بيسامحنا، حبتصدق بشوي يا أخي هلأ أنا بدورهم معي بكرة
بعد 20 سنة والله بتقلي إحدى الأخوات 40 سنة أخوها ما أعطاها، وكلما سألته بيقول لها أختي أنت بتظني أنه حيروح عليك ليرة سوري؟ والله لتاخذيهم مني. صلن 40 سنة معه. طيب أعطيها حق للبنت؟ قال هو ما بيأكل حق، ما بيأكل حرام هو، لكن شو مخليهم معك 40 سنة؟ هذا هو الحرام. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، بعدين وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. رد مرة ثانية، مع أنه يأتي من ينبههم، كمان عرضت لهم الحياة الدنيا، كمان بيأخذوا الدنيا، وبلا كتاب وبلا أوامر الله وبلا رسول الله. أخي هلأ اليوم دبرني وبكرة غرقني، لسه لحقيني الجوامع، لسه عم تقلي حلال وحرام. إذا أنت هلأ بتصفى بتقول حلال وحرام، بعمرك ما حتشتغلها. كم من مرة سمعنا مثل هذا الكلام من المسلمين يا أخوان؟ بس الله يتكلم عن اليهود، هكذا فعلوا وأذلهم الله تعالى. والكلام يا أخوان والله من أجلي ومن أجلك، أنت بحاجة إلى ذكر الله حتى ينزل كلام الله تعالى في أرض قلبك فينبت. أنت بحاجة إلى مجلس علم، أنت بحاجة إلى شيخ يربيك حتى تتنبه إلى أمور الشيطان يبعدك عنها وأهل الغفلة يبعدونك عنها. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ مو الله عز وجل واثقهم وعاهدهم ألا يكذبوا على الله سيغفر لنا؟ ودرسوا ما فيه، الكتاب قرأوه وفهموه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الذي سيغفر له والذي سيرحمه الله تعالى هو من لزم التقوى، والتقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. أما إذا واحد بيفعل المنهيات وبيترك المأمورات وبيقول سيغفر لنا، بيصير نسأل الله السلامة مثل بني إسرائيل. إذا واحد بيحط الذنب فوق الذنب فوق الذنب وبيقول سيغفر لنا، الشيطان هذه من حيلته. وسمعتم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، إنه شغلة صغيرة. الله عز وجل تكلم في القرآن الكريم عن أولي الألباب، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا إنه هذا حرام، تذكروا كلام الله، تذكروا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أقلعوا وقالوا له دخيلك يا رب ما تأخذنا. مرد بيأخذوا عرض هذا الأدنى، بيقول لك أخي مرات في ناس بلا، يعني أنت بتعرف كل الناس يعني إلهم سوسة، أنا هي سوستي. مرة قال لي رجل هيك نسأل الله السلامة، زوجته تكلمت لتقول بأنها ما كانت تتكلم قبل الآن، وقالت بأنه يتابع مواقع غير جيدة أبدا. ومن قريب دخلت ابنته إلى الغرفة فشاهدته في متابعة أشياء كثير سيئة، وبنته عمرها 18 سنة. والبنت صرخت لأمها لتقول يا أمي شو بو أبي؟ الزوجة قالت لي أنا كنت أعلم مرارا وكنت أنصحه ولا يستجيب، لكن الآن فضحه الله أمام ابنته. فلذلك يا أستاذ أنا أرجوك بدي إياك أنت تحاكي فلان الفلاني. يا أخوان والله المعصية ذل، والمعصية مهانة، والمعصية ألم، والمعصية تفرقة، والمعصية تورث العداوة وتورث الشحناء وتورث البغضاء. لما لقيته قلت له يا أخي كيف هذا الشيء أنت تقيم عليه؟ قال لي كلمة، القصة قديمة بس والله يا أخوان أنا ما نسيت هالكلمة وأنا خفت عليه. شوفوا يا أخوان نحن كلنا تزل أقدامنا، بس في فرق بين من تزل قدمه ويبكي ويقلع وبين من تزل قدمه ويضحك ويعود. هدوم بنو إسرائيل وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، كل ما عرض لهم كمان بيأخذوا، وبيقول لك بحاكوا أنفسهم سيغفروا لنا، مرات بحاكوا بعضهم ما يهمكم خليك على المعصية. نحن كلنا تزل أقدامنا، بس إذا زلت قدمك قم تب. نحن الآن يا أخوان بشعبان، بكرة رايحين لرمضان، هذا وقت الإقبال على الله. قال لي كلمة، قال يا أستاذ
مو كل واحد له سوسة، أنا هي سوستي. ماذا يريد أن يقول يا أخوان؟ يريد أن يقول إنني لا أريد أن أتوب. شو معنى كل واحد له سوسة؟ لا، مو كل واحد له سوسة. بعدين في ناس جعل الله تعالى همهم القرآن الكريم، طربهم بالقرآن. في ناس جعل الله همهم في الصدقات. في ناس جعل الله همهم بر الوالدين. أنت ليش رح جعلت همك النظر إلى ما فيه يعني إساءة لك في الدنيا والآخرة؟ بنو إسرائيل هكذا فعلوا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ما في الكتاب والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. السعادة والمغفرة لمن التزم أوامر الله تعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فيلي بده يسعد بالدنيا والآخرة لما بيصر. أما إذا أذنبت وأصررت فقال العلماء لا صغيرة مع الإصرار. واحد لو عمل صغير بس إذا أصر عليه يصير كبير، ولا كبيرة مع الاستغفار. إذا واحد لو فعل عمل كبير لكن تاب وأقلع واستغفر وندم الله عز وجل يمحوه. قال الله تعالى هذا حال من يخالفون أوامر الله تعالى. قال القرآن الكريم والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون يعني يتمسكون، يقرؤون ويفهمون ويعملون ويعلمون، هذا يمسكون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. جهزوا حالكم يا أخوان، أنتم تكونوا من هؤلاء من الذين يمسكون بالكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم وعمل وعلم كتب عظيما في ملكوت السماوات. من علم وعمل وعلم. ولا أنتم الله عم يكرمكم عم تسمعوا هذه الآيات وتتعلمونها، روحوا اعملوا بما فيها وروحوا علموا الآخرين. الحمد لله منكم من يعلم وأنتم تعملون، بس خلينا كلياتنا من هون إلى أن نلقى الله تعالى نكون من الذين يمسكون بالكتاب، يتمسكون بالكتاب، يعتصمون بالكتاب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى إذا لقيت الله عز وجل سيعطيك الله تعالى أجرا كبيرا في دنياك وفي آخرتك. إنا لا نضيع أجر المصلحين. أما أولئك الذين يتركون الكتاب ويأخذون عرض هذا الأدنى ثم يأخذون عرضا مثله ويتفلتون من أوامر الله، فإن الله عز وجل لهم شديد العقاب. وتختم الآيات بقول الله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة. رفع الله تعالى بنو إسرائيل، أراهم الله تعالى بأعينهم المعجزات، جبل اقتلعه من الأرض ورفعه فوق رؤوسهم حتى كان كأنه غمامة يظلهم. وإذ نتقنا يعني رفعنا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم حيوى على رأسهم. وأمرهم الله أن يتمسكوا بالكتاب، خذوا ما آتيناكم بقوة، مسكوا بأوامري بقوة، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بدكم تسعدوا تمسكوا بأوامر. لكن كان القرآن قد قص علينا سابقا بأن القوم تركوا أوامر الله وهجروه معظمهم وإن كان منهم الصالحون. أيها الإخوة، هذه الآيات صورة جديدة من صور بني إسرائيل وعلاقتهم مع نبي الله تعالى موسى ومع التوراة التي فيها هداية أنزلها الله تعالى على نبي الله موسى، ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يخالفونه ويحرفون كلام الله تعالى. ومهما يكن من أمر في الحديث لي ولك، حتى أخلص من هذا الحديث أنني أكون متمسكا بكلام الله تعالى. مو أنت قلت له أهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم كتاب الله. أكون متمسكا، وإذا حدث عرض علي عرض من هذه الدنيا يبعدني عن أوامر الله فأنا أتركه وأمضي وراء كتاب الله عز وجل. وإذا شي مرة زلت قدمي أو قدمك وتركت أمر الله واتبعت الحياة الدنيا
فما عليك إلا أن تتوب وتستغفر وتعود إلى ربك ليغفر لك ما مضى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه.